علينا صبرا وتوفنا مسلمين كلنا يحتاج إلى مداد من الصبر وأطنان من التحمل حتى يمكن أن يستقبل عيشه في الإيمان، لأن المسألة ليست سهلة، ولأن الاختبارات صعبة، ولأننا نكثر من كلام نقوله ونحن والله لا ندرك أبعاده كما ينبغي. نقول لا يمكن العبد حتى يبتلى، ونحن لا نتخيل كيف يمكن أن يبتلى، وإذا ابتلي هل يصبر أم لا يصبر. ولنا ألسنة بطول الكباري تحدثك عن الصبر، فإذا ما وقعت المحن كنا أبعد الناس عن ذلك. قرآن عجيب، عجيب أمره، القرآن يحدثك عن نفسك ويحدثك عن من سبقك ويحدثك عن الآفات ويحدثك عن العلاج. ونفس هذا القرآن الذي يحدثنا كان يحدث من قبلنا، والهوة بيننا وبين المفهوم سلوكي للأولين هوة سحيقة. في الأيام الماضية سمعنا كلاما كثيرا عن بعض السلف رحمهم الله تعالى، وكيف كان شأنهم مع الصلاة، حتى حدثنا عن هذا الأنصاري الذي أتاه سهم فثان فثالث فلم يك لينفتل من صلاته ويدع ما هو فيه من الخير من أجل الألم، فإن ما فيه من الفرح أكبر بكثير حتى يلهيه عن كل ما يعاني منه، وهذا ابتلاء وأمامه صبر. لما ترى الاقتران بين الصلاة وبين الصبر في القرآن لابد أن تبحث عن السر. فالله تعالى قال واستعينوا بالصبر والصلاة، ولم يقل بالصبر، ولم يقل مثلا بالزكاة والصلاة، ولم يقل بالحج والصلاة، ولم يقل بالذكر والصلاة، ولم يقل بالدعاء والصلاة، وإنما قال واستعينوا بالصبر والصلاة. فهل يا ترى في سر؟
ولا كله عند العرب صابون؟ ايه رايكم؟ في سر ولا مش سر؟ اكيد في سر. هذه الصلاه لا يتم اثرها الا بصبر من اوزان الجبال، لكن اكيد ليست الصلاه هي مركه الديك الابيض، وانما صلاه لها مواصفات خاصة مش هتنفع مع الجماعة اللي زعلانين من الصلاة الطويلة رجالا ونساء. يعني كانت المسألة واقفة عند حدود الرجال، وبلغني والنساء أيضا، يعني صارت شكوى عامة وأزمة كبيرة. الله المستعان. فإذا هذا الاقتران بين الصبر والصلاة وظهور أثره واضحا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم، وكل هذا داخل دائرة القرآن الذي كان يربيهم ويؤثر فيهم ويخلق عندهم حالة شعورية تخرجهم مما هم فيه، كما كان هذا الرجل في الصلاة ولا يريد أن ينفتل منها، وكما كان مسلم بن يسار الذي كان يضرب به المثل في الصلاة، كان يقال إذا تمنى متمن فيتمنى صلاة مسلم بن يسار وفقه الحسن البصري وكذا. فكان مما يقال في شأن مسلم بن يسار إنه انهدمت ناحية من المسجد وكان هذا الرجل يصلي فلم يخرج من صلاته. وسمعتم عن عبد الله بن الزبير وكيف أن المنجنيق كان يضرب مكة ولا يخرج من صلاته. ومن الأعجب في آثار عبد الله بن الزبير الأمير، أمير الحجاز ومصر، أنه ركع يوما فقرأوا بالبقرة وآل عمران ولم يرفع رأسه وهو في الركوع، وعن السجود انظر إلى علي بن الحسين رحمه الله ورضي الله عن أبيه وعن جده وصلى الله وسلم على جده. علي بن الحسين كان آية، كان أعجوبة في العبادة، حتى سمي بزين العابدين. كانت له ثفنات كثفنات البعير في ركبتيه. ثفنات البعير يعني الزوائد الجلدية اللي بتكون في الجمل. كانت له ثفنات مثل هذه الثفنات من كثرة صلاته. يقول طاووس بن كيسان: سمعت علي بن الحسين وهو ساجد في الحجر، حجر إسماعيل أمام الكعبة، وهو يقول: مسكينك بفنائك، عبدك بفنائك، فقيرك بفنائك، سائلك بفنائك، أنا بالله عليك لو إنك تدبرت في الكلمات الآن، الكلمات اليسيرة، تخيل كده أنت ساجد وعمال تقول: يا مسكينك بفنائك، فقيرك بفنائك، عبدك بفنائك، ذليلك بفنائك، الضعيف بفنائك، أنا بفنائك، عمال تتضرع وتتذلل لله سبحانه وتعالى. وهذا التضرع علم. وأنت هل تظن أن هذا الإنسان الذي يدعو الله عز وجل ويتذلل إليه ويتضرع ويتوسل إلى الله سبحانه وتعالى مسألة سهلة؟ ظن أنها سهلة؟ وتظن أن أي أحد إذا أراد أن يتوسل وأن يدعو وأن يستغيث سهلة زرار؟ أبدا مش زرار، إنما ممارسة وحلم وخبرة ودراية ومعاناة. هتيجي بالذي ينقرها هكذا؟ لا يمكن. يحلم هذا الذي يظن أنه يمكن أن يكون عبدا في محاريب العابدين بالأحلام، أو بأنه عايز يدخل الاعتكاف والسلام.
أنت تبحث عن الوهم. بعض الناس لا يريد أن يفهم، لا يريد حتى أن يسمع، مصيبة. فنضطر إن إحنا نعلي صوتنا شوية ونزعل، وبعدين نتخانق، وبعدين نتصالح في الآخر. نتصالح ولا مش هنتصالح؟ نتصالح. فنرجع لعلي بن الحسين، تخيل شوف الرقة والعذوبة وهو يقول فقيرك بفين. فقيرك دي يعني إيه؟ أنا يا رب أنا عبدك، كأنه بيقول يعني ارحمني، ارحمني أنا مريض. أنا متخيل يعني، وكلنا مرضى يعني، ما منا إلا مريض، إذا ما كانش مريض البدن فهو مريض القلب، نسأل الله السلامة، إلا من رحم الله وعفى. لكن فينا مرضى، أنا أتخيل هذا المريض بين يدي الله سبحانه وتعالى يقول يا رب مريضك بفنائك، مريضك بفنائك يرجو رحمتك ويخشى عذابك، ارفع عني البلاء يا أرحم الراحمين، إن رحمت فأنت أهل ذاك، وإن عذبت فأنا أهل ذاك، أنا الصغير الذي ربيت فلك الحمد، أنا العزب الذي زوجته فلك الحمد، أنا الجاهل الذي علمته فلك الحمد، أنا المريض الذي أصححته فلك الحمد. أنا وأنا وأنا، ويتوسل إلى الله سبحانه وتعالى. محتاج وقت ولا مش محتاج وقت؟ طب هيعمل الكلام ده في إيه؟ وهو نايم على السرير هيعمله في إيه؟ أين سيقول هذا؟ إذا لم يقوله وهو ساجد فأين سيقوله؟ طيب القرآن وعمله في القلوب عمل عجيب، لكن يحتاج إلى محل قابل. فالمحل القابل ده يحتاج إلى تهيئة وتجهيز. هذا التجهيز منه ما هو بدني، ومنه ما هو قلبي شعوري، ومنه ما يتعلق بالذكر، ومنه ما يتعلق بالدعاء، حتى يمكن للمحل أن يستقبل ما عند الله سبحانه وتعالى من فضل ومن يعني تنزل. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، يعني معنى كده إنه لن يكون ذكرى لمن ليس له قلب. طب وفي واحد عايش من غير قلب؟ ها؟ ممكن واحد يعيش من غير قلب؟ ناس كتير عايشين من غير قلوب، لأن القلب الذي نتكلم عنه ليس هو عضلة القلب النابضة التي تدفع الدم من الأورطة إلى الشرايين وتستقبل الدم من إلى آخره. نحن لا نتكلم عن عضلة القلب، وإنما نتكلم عن القلب ذلكم الذي يحوي العزيمة والإرادة على الفعل. هو ده. لو كان لاهي وغافل وساهي فحتمر عليه ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين كما مر غيرها، دون أن يقف عندها ويقول آمين. تحرك قلبه ويسأل الله عز وجل. لو لم يكن له قلب ستمر عليه أحداث فرعون وبني إسرائيل، وكيف أنهم مع رؤيتهم لكل هذه الآيات وكل هذه المعجزات بمجرد ما انتهوا منها وعبروا البحر مروا على قوم يعبدون الأصنام، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. لا يمكن، عشان ما تجيش تقول بقى إذ كيف يمكن أن يتلاعب بالعقول حتى تتبدل الموازين ويصبح الحق باطلا والباطل حق. ده الناس شافت المعجزات، ده ربنا فلق لهم البحر اثنين ومروا منه ورأوا هلاك فرعون بأعينهم، ومع ذلك قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. أمال اللي فات ده كان إيه؟ فأنت عايز تعجب من الناس اليوم؟ لا تعجب، أصلها نفس المعادلة. سحرة الأمس هم سحرة اليوم. إذا لم يكن القلب حاضرا استمر هذه القضايا دون
انتباه. ولو مرت هذه القضايا دون انتباه ولو لم يعمل القرآن في صاحبه فبالتالي كده الصلاة راحت وكده ما عادش في صبر، فبالتالي الأثر هتبقى عاملة ازاي؟ هيبقى في أثر ولا مش هيبقى في أثر؟ مش هيبقى في أثر. إذن نحن نحتاج إلى أن نصبر أنفسنا أولا، مهما كنت تشعر من المعاناة عاوزك تقول لنفسك إن دي تلك الماضية الثقيلة التي جئنا بها إلى هنا، هذه تركة الخمول والكسل والتواني والعجز وإثار الدعاء والجهل بالله والجهل بالعبادة كيف تكون والإخلاد إلى الأرض والتعلق بالدنيا وهذه الأمور الثمانية التي يعني تحدث فيها الشيخ محمد حول الآباء والأبناء والإخوان، إخوان الأشقاء يعني، والأزواج والعشيرة إلى آخر هؤلاء الذين يتعلق بهم الإنسان، اللي هم علامات الدنيا والارتباط بها ومحبتها وإيثارها على كل شيء. كل هذه المصائب، كل هذه المصائب خلف العجز عن التعامل مع القرآن على الصورة الصحيحة. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في حديث أبي داود، الحديث عند أبي داود، حديث جابر رضي الله تعالى عنه، فضل قال صلى الله عليه وآله وسلم: اقرأوا القرآن وابتغوا به رضوان الله من قبل أن يأتي أقوام يقرؤونه يقيمونه إقامة القدة لا يجاوز تراقيهم، يتعجلون ولا يتأجلون. هؤلاء الذين يتحدث عنهم النبي صلى الله عليه وسلم هم نحن، والله المنسوبين للقرآن اللي بيقرأوا القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم عن الذي قد هجر القرآن، وإنما يتكلم عن أقوام يقرؤون القرآن يقيمونه كما يقام القدح. قدح يعني السهم الذي لم يراش، السهم قبل أن يراش يعني يبقى له النصل ويتظبط حتى لا يوضع في القوس فينطلق، بيكون عبارة عن قطعة مستوية الأجزاء. فيقيمونه كما يقام القدح، يعني إيه؟ حدث ولا حرج، حروف عاملة إزاي وحق ومستحق وتجويد 10/10، لكن لا يجاوز تراقيه. هذه التراقي أهي ترقوتان. تراقي يعني إيه؟ يعني هذا القرآن يتردد هنا في الحنجرة والأحبال الصوتية، لكنه بعد لم يجاوز هذه التراقي إلى هنا إلى القلب، وبالتالي لم يعمل عمله. نحن نتكلم عن من؟ والله نتكلم عن أهل القرآن. خد بالك، ليس بأهل القرآن اللي تحدث عنه من النبي صلى الله عليه وسلم، أهل القرآن في مثل هذه الأعصار. حتى تجد رجلا مضت عليه سنون طويلة في القرآن وخدمة القرآن، معه إجازة في العشر ويحفظ القرآن عن ظهر قلب ويقوم به الليل. أنا أتكلم عن حالة أعرفها، حالة أعرفها، ولولا أنها ينبغي أن تذكر ليؤخذ منها الدرس والعبرة والله ما ذكرته ولا اقتربت منه. ثم هذا الرجل يبتلى بابتلاء، يكون من أثر هذا الابتلاء أنه ينسى القرآن ولا يرى في مواطن المتهجدين في رمضان، وينشغل بأمور نحذر منها الشباب وهو قد يعني تجاوز 60، ويقع ويبتلى بامرأة يعني أقل ما يوصف عنها أنها كافرة فاجرة، ومصائب
المفروض تخاف وتترعب ولا تعمل ايه؟ تخاف، تخشى على نفسك، تقول اتعلمت ما اتعلمتش، حفظت ما حفظتش، الفتنة قريبة من كل احد. القرآن عمل عمله ولا لا؟ ما عملش عمله، لسه ما تربيناش على القرآن، تربيناش كما ينبغي. يحتاج القرآن حتى يعمل ان تختلف طريقة التناول. يعني في مرة ذكرنا اننا نحتاج الى مجالس القرآن، نحتاج مثلا انا كراجل عايز افهم يعني ايه التعلق بالجنة، اعمل ايه؟ والله هذه واجبات ينبغي ان ننشغل بها. جمع ايات الجنة، انت بنفسك هتاخد ختمة، هذه الختمة اسمها ختمة معرفة اهل الجنة. من كل آية تمر عليها لها علاقة بالجنة تكتبها في كراس، تجمع هذه الآيات وتتأمل فيها وتنظر في تفسيرها. ختمة أخرى تتكلم عن الصبر، ختمة أخرى تتكلم عن مصير الكافرين، ختمة أخرى تتكلم عن النار، ختمة أخرى، وهكذا. كل ختمة لها موضوع، يبدأ الختمة وينتهي بحثا عن قضية ما، ويبدأ يشتغل تربويا من خلال هذه الآيات مع أصحابه ومع إخوانه في مجالس القرآن، مجالس للتأمل في هذه الآيات. نجلس مجلسا نتأمل في سورة الأعراف. بالمناسبة صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة المغرب بالأعراف، لكن طبعا إحنا نذكر معاذ وأفتنن أنت يا معاذ وسبح اسم ربك الأعلى والغاشية، هذا مع كامل الاحترام والاعتراف بأن المرضى لهم حالة خاصة ونحن نقدر ذلك، لكن حتى هؤلاء المرضى ما لهمش حق في المجاهدة؟ يعني لهم حق. طب محتاجين ايه؟ يأخذون بالأسباب، ضبط العلاج، يدخل الحمام قبل الصلاة بشوية، يتأكد من ظروفه كذا كذا كذا، ثم بعد ذلك حتى ولو عجز فلا يكلف الله نفسا إلا وسعه. لكن لابد أن نستحضر جميعا أن في هذا المسجد الآن فرصة لا تعوض، معانا أعداد كبيرة بفضل الله عز وجل من أصحاب الإيمان يحتاجون إلى أن يجددوا إيمانهم، وأهل هذا الحي والله هم أحوج إلى هذا، ونحن نحتاج أن نأخذ بأيديهم. واحد جاي بيقول لي في واحد زعلان، قلت له طب ما تكلمه، يعني هو كل واحد زعلان لازم يروح للشيخ؟ طب إحنا وظيفتنا إيه؟ أنت حضرتك قاعد بتعمل إيه؟ صحيح أنت جاي حتى تعكف على يعني نفسك وتعكف على قلبك وتمكث في المسجد لاستحضار المعاني وإدراكها، وليك دور دعوي، دور هذا الدور الدعوي أقله الربط على الأكتاف، الشد والربط بالطاء بقى بعد التاء، الربط على القلوب والتكاتف والتعاضد والتناصر، وأن نكون جميعا في وجهة واحدة. قضيتنا قضية واحدة، ما نتكلم عنه الآن قتل بحثا وقتل كلاما وتكلم فيه من هم خير منا مئات المرات، لكن لازلنا في حاجة للتذكير وللتأمل والاعتبار، لأن الأمراض كما هي لم تتغير. بنو إسرائيل خرجوا من مصر ولا تزال صورة الأصنام التي كان يعبدها المصريون مثلة في أذهانهم، لم يتخلصوا منها. فبمجرد ما عبروا النهر قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، تأثروا بالمادي المحسوس على حساب المعنوي، فكان تعلقهم بهذا أكبر، ولم ينتبهوا لما كانوا عليه من ذل وضيق، فأصبحوا في سعة وهناء. والله عز وجل لن يعطينا ما نريد إلا إذا كنا نقدر حقا هذه النعمة، نعمة التمكين، والتمكين لن يأتي إلا على أيدي رجال صادقين قاموا حق الله سبحانه وتعالى وعملوا بالواجب الذي عليهم وأخذوا القرآن بحقه، كما قال الله تعالى ليحيى يا يحيى خذ الكتاب بقوة،
يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يعني بقوة يعني بجدية بانتباه بتركيز. هذه الآيات التي تتلى علينا هي كأنما تتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم فيتعامل معها بالخشوع والخضوع والانشغال بها الانشغال الشديد حتى يذهل عن كل شيء. نحن أيضا مطالبين بها، نحتاج أن نتهيأ لها. أكيد عبادة النهار هيبقى لها انعكاس على عبادة الليل. نوم بالنهار، توقع أنك أنت بالليل فين؟ في أودية الغفلة وفي يعني ساحات السهو والنوم وأودية الشيطان يلعب في القلب كما يشاء. تأكد إن الذي قام في أودية المحاريب بالنهار والذكر وحافظ على لسانه وسمعه وقلبه وبصره، تأكد إن شاء الله تعالى أنه سيأتي في الليل يجد طعم العبادة ويجد الخشوع ويجد حلاوة المناجاة ويلهم من الدعاء ما ربما لم يقله من قبل. كثير منا والحمد لله يسأل الله عز وجل أن يعطيه حلاوة المناجاة فيعطى، سل تعطى إن شاء الله تعالى، كما سيسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه يوم القيامة وهو ساجد تحت العرش فيعطى. وحسن الظن بالله يقتضي أن العبد إذا سأل ربه سيعطيه، لكن التجهيز لذلك من الأهمية بمكان. أرجو المسامحة على الإطالة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على عبده ونبيه محمد.